تتبين ولمعة هبل طيبة على جنب أحلى. زين، قبل لا نبتدي فعاليات اليوم، اليوم تاريخ 3/8، وأنا هذا التاريخ من تقريبا حوالي 16 سنة 17 سنة صار يعني لي كل شيء، كل شيء. 3/8 بقول كل عام وانت بخير، وعيالي وحبيبي وسندي وظهري وحمود دكتور إبراهيم العلي، كل عام وانت بخير، سنة سعيدة عليك يا رب، وعسى عمرك طويل، وعسى ربي يخليك ولا يحرمنا من. أنا كبرت محرومة مثل ما كثير منكم يعرفون من حنان أبوي، كبرت ما أعرف حتى أقول كلمة يبا، بس لما عرفت ودك تغيرت بحمود صرت أنادي يبا، لأن صدق يعني يا الله لا يسيح الميك اب تهوي ديت. في ناس والله جد وجودهم في حياتك جبر، جبر من ربي، كأن ربي يجازيك خير على صبرك طوال سنين. يعني بحمود أنا أقول لك إياها دائما، أنت جبر، أنت دعوة أمي لي بالزوج الصالح، أنت أحلى شيء صار بحياتي. كل عام وانت بخير، وعسى عمرك طويل، والله لا يخلينا من وجودك ولا من حسك. الحين ليش ليش عادي، أنا وعقلي وقلبي وروحي مكتفين فيك، وأحبك من كل قلبي، وعسانا يا ربي نكبر مع بعض ونشيخ مع بعض ونشوف أحفادنا مع بعض. الله لا يحرمني منك، كل عام وانت بخير يا ظهري. دائما أقول لها الكلام بيني وبينها، ولكن حلو اليوم قدام الملايين أقول هالشيء. وجود رجل في حياتك أنت كامرأة، يكون رجل لك لا عليك، رجولته مواقف وأفعال، مو فرض كلمة، وجوده تفاعل والله بالعيال، هم وسند وظهر، مو فرض شخصية، عارف هو شنو وواثق من نفسه، رجل بمعنى الكلمة. هذا اللي تحتاجه المرأة علشان تكبر وتزهر وتنجح، رجلا لها لا عليها. الرجل الحقيقي الواثق الناجح المحترم ما يشوف نجاح زوجته تهديد، بالعكس يكبر فيها وينجح فيها، لأنه هو ناجح بعد في مجاله، لأنه هو واثق من نفسه، لأنه هو واثق من زوجته. هذه نعمة يا رب يرزقكم فيها يا بنات، لأن الرجل الحقيقي نعمة، ومفهوم الرجولة اليوم وايد تشعب، وايد تداخل، وايد ناس فاهمينها غلط. الله يرزقكم الرجل الحقيقي الصالح اللي يفرح لنجاحكم، تكبرون فيه وتكبرون معه. قولوا آمين.